اهلا بحضراتكم مره تانيه. مما لا شك فيه، بصوا انا عندي النهارده حاجتين مهمين جدا عايز اتكلم فيهم. الحاجه المهمه جدا هي ذكرى العاشر من رمضان، يوم البطوله ويوم المجد، اليوم اللي الجيش المصري، القوات المسلحه المصريه وكل المصريين الحقيقه رفعوا فيه رايه المجد عاليا خفاقه امام العالم، واثبتنا بيها ان احنا الجيش الذي لا يقهر، مش حد تاني. احنا الجيش اللي قادر دائما على صياغة البطولات، الجيش القادر دائما على وضع الانتصارات في مكانها السليم وفي توقيتها السليم، ونعلم ازاي الناس كلهم درسين، درس بان احنا بلد ووطن لا يهزم، ودرس باننا عندنا ايمان حقيقي بانه دايما قضايانا عادلة. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. يا أخي أنا من وانا صغير دايما لما أشوف المشاهد بتاعت حرب أكتوبر أو أي فيلم عن حرب أكتوبر، من وانا طفل صغير جدا يعني، لأن في النهاية خلاص أنا اتولدت بعد الحرب بحوالي 2 سنين يعني، بالضبط كانوا 1 سنة و8 أشهر، لكن أنا وجيلي كلنا دون استثناء واحد يذكر، لا أظن أنه حد فينا كان يستثنى من هذه الروح. هي فكرة يا سلام، وكلنا كنا عاوزين نكبر نطلع ضباط جيش وطيارين وقبطين في القوات المسلحة في سلاح البحرية وما إلى ذلك. لكن خليني أستأذنكم أن احنا في هذا اليوم بالتحديد خلونا ناخد معنا على تليفون سيادة اللواء طيار الدكتور هشام حلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بيك يا سيادة اللواء. مش معنا؟ طيب، على كل يعني احنا بنحاول نتصل بس بسيادة اللواء هشام حلبي. احنا معنا سيادة اللواء ناصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. أهلا 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 يا فندم. أهلا بيك. أهلا. إزاي الصحة سيادة اللواء؟ ربنا يخليك. سيادة اللواء، احنا يمكن في هذه المناسبات العظيمة جدا، واللي احب دايما ان احنا نكرر الكلام حتى لو ما كانتش فيه المناسبة بتاعت الذكرى، سواء اذا كانت 6 اكتوبر او 10 من رمضان، ان احنا نشرح للاجيال اللي بتكبر دلوقتي ايه اللي حصل في يوم الحرب، دور اجهزة الاستطلاع على سبيل المثال للحصر، ازاي انها قدرت انها تساعد جيشنا العظيم باعتبارها جزء رئيسي فيه، فانه في الاخر خالص نصل الى هذا النصر المؤزر. لا ده انت عايز تعرف بقى الاستطلاع اشتغل عمل ايه. يا ريت. زي ما حضرتك بتقول كده من اول، نبتدي من الحكايه من اولها. ارجوك يا فندم. الاستطلاع بدا شغله بالظبط يوم 5 يونيو 67. يوم 5 يونيو 67 زي ما حضرتك عارف وقريته وسمعته، ان القوات المسلحه في سيناء صدر لها اوامر بالانسحاب من رحمة الله عليه المشير عبد الحكيم عامر قبل أن ترى العدو أمامها. يعني هو جه لقى الضربة الجوية الإسرائيلية ضربت المطارات، وهو كان في الطيارة، فنزل بعد ما رجع من الطيارة، وكان هو كان رايح يزور سينا وقتها، رجع إدى أمر بانسحاب. لا الجيش المصري شاف الجيش الإسرائيلي ولا اشتبك معاه، والأوامر صدرت بالانسحاب. خلال الفترة من 5 لحد 9 و10 يونيو كان كل القوات انسحبت بناء على الأوامر، وطبعا الطيران الإسرائيلي اصطادها في الطريق، عمل فيها خسائر كبيرة جدا. الضوء اللي نقول فتت عتمة النكسة يوم 9 و10 يونيو، احنا نسفنا الكباري ورانا بعد ما القوات عدت، خشيت ان قوات إسرائيلية تعدي وراها. إنما كانت المفاجأة إن القيادة لقت عناصر الاستطلاع بتاعتنا في سيناء ما زالت زي ما هي موجودة بتبلغ عن العدو اللي قدامها وبكل دقة.
لسبب حرفي بسيط جدا، ان مهمه الاستطلاع هو ان يصاحب العدو بينفصل عن قواتنا اثناء العمليات، هو بيبلغها في العناصر بتبقى بعيده عن القوات بتاعتها ب 20 كيلو، في 30، في 40 وهكذا. فالقوات بقيت في سيناء حيث العدو موجود، واللي هي الاستطلاع الباقي انسحب. فكانت دي تعتبر مفاجاه ان لقوا ان العناصر ما انسحبتش وما زالت موجوده، فكان القرار الصحيح وقتها ان تبقى هذه العناصر ما تنسحبش، بس دي لها قدره على البقاء لا تزيد عن اسبوع، معها وقود، معها ذخيره، معها تعيين اكل، يعني معها ميه. فبداوا بسرعه يجهزوا مجموعات اخرى اللي هي بنسميها مجموعات خلف خطوط بحجم اقل، 2 لـ3 فرد، باجهزه خفيفه بامكانيات اكثر ولكن حجم المجموعه صغير. وبالتالي بدات القياده بقى ايه، ندخل مجموعات جديده من دي تحت ساتر، المجموعه تخش تقعد اسبوعين وترجع ونبدل اللي هناك، ثم بقى شهر، ثم شهرين، ثم 3، كل مره بترتفع مستوى الاداء بتاع المجموعات، شهر، شهرين، 3، 4، 5، 6. عايز اقول لك على حاجه من الحاجات العظيمه جدا، ان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله عليه كان حريص انه يستقبل قاده المجموعات دول بعد ما بيرجعوا من العمل خلف خطوط. ده الكلام ده في ايام في النكسه دي، ولما بدينا حرب الاستنزاف، ويقعد معاهم ويسالهم ويسمع منهم، وكانت حاجه لا تتخيلها. دي كانت رفع الروح المعنويه لينا لدرجه لا تتخيلها، ان الناس دي بتيجي بتقابل جمال عبد الناصر وبتشوفوه وبتقعدوا معاه وقال لكم ايه وقلت له ايه. فده كان الوضع بتاعنا، اللي هو عايز اقول لحضرتك الست سنوات من يونيو 67 حتى اكتوبر 73 لم يخلو الجبل في شبه جزيره سيناء من مجموعه استطلاع خلف خطوط العدو. هم دول من قال عنهم وزير الدفاع الاسرائيلي وقتها مشي ديان ان سيناء لما بيسالوه بيقولوا له انت بكل امكانات الاستطلاع والاستخبارات اللي عندك، المصريين فاجئوك، وهم واضح ان كان عندهم كل المعلومات عنك، ازاي الكلام ده فات عليكم؟ فكان رده قال له مصر كانت تمتلك رادارات بشريه بتستطيع ان هي تشوف كل حاجه بعينيها وتفكر وتحلل وتبعت المعلومات جاهزه للقوات اللي خدت عليها القرار. فاحنا دلوقتي المعلومات اللي اتاخد عليها القرار بتاع العبور في 6 اكتوبر 73 لو حضرتك ترجع بالذاكره، ان من 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 اغسطس 70 لحد اكتوبر 73 كان في بقى مبادره روجرز. أيوة. اللي كل الاعمال الايجابيه توقفت، يعني لا طيران يخش يصور، لا عمليات ايجابيه، انما اللي شغال تحت السطح ومحدش حاسس بيه خالص هو الاستطلاع خلف خطوط، اللي جهز القياده بكل المعلومات اللي خططت عليها الحرب 73، اللي كان نتيجتها ان الضربه الجويه اللي بدات ب 220 طياره دخلوا ضربوا الاهداف بتاعتهم بنسبه نجاح 100%. ال 2000 مدفع ويزيد لما ضربوا المدفعيه بتاعتهم، القذائف بتاعتهم كان بتنزل على الاهداف بمنتهى الدقه. فاحنا اذا دلوقتي الاستطلاع هو من وضع او اعطى معلومات التخطيط قبل الحرب، ثم اثناء الحرب استمرنا. طبعا انا كنت واحد من الناس اللي هي استمرت من بدايه الحرب وحتى 180 يوم بعد انتهاء الحرب، واكثر من 20 مجموعه زي حالاتي. فكنا متابعين ان العدو او الاستطلاع اللي هو بيصاحب العدو بيبدا قبل الحرب ولا ينتهي بنهايه الحرب، لانه هو المسؤول عن توفير المعلومات باستمرار. صح. اللي بناء عليه بنرفع درجه استعداد، بنجهز، بنستعد وهكذا. فاذا هذا دور الاستطلاع اللي انا كنت واحد منهم، وكان لي دور الحمد لله اثناء الحرب، ونفخر بيه كلنا جميعا في حرب اكتوبر 73، واللي احنا لينا حظ وشرف ان احنا نسمع صوت حضرتك النهارده يا سياده اللواء. واتمنى ان احنا يعني في وقت قريب حضرتك تنورنا، لانه مهم جدا ان احنا نسمع من حضرتك قصص على ملاحم الاستطلاع المصري، ملاحم لعناصر جهاز الاستطلاع المصري في فتره حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر. كل الشكر ليك يا سياده اللواء، وكل التهاني سياده اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق. خلينا ايضا ناخد معانا على التليفون بكل طريقة
الترحيب سيادة اللواء طيار دكتور هشام حلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بك سيادة اللواء، كل سنة وحضرتك طيب وتهانينا. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر والدول العربية كلها بخير. نصر ده نصر للعرب كله. سيادة اللواء، احنا دايما كنا نقرأ ونسمع القصص ونشاهد الوثائقيات حول دور الطيران المصري في حرب 73. الطيران المصري اللي ما كانش بيمتلك أحدث الطيارات ولا أفضلها، وبالرغم من ذلك ألحق خسائر دراماتيكية بالعدو. إزاي ده حصل يا فندم؟ والحقيقة حضرتك لمست نقطة مهمة، ودي بداية متميزة جدا احنا نبدأ منها، ان الطائرات اللي كانت في ايدين القوات الجوية في 73 كان طائرات الجيل الثاني والجيل الاول. الجيل الاول كان زي الميج 17، الجيل الثاني كان زي الميج 21 على سبيل المثال. طائرات مداها قليل، تسليحها قليل، ايضا الرادار فيه طائرات ما فيهاش رادار زي الميج 17. النقطة الثانية، اسرائيل كان عندها طائرات الجيل الثالث، فيها رادار، فيها صواريخ رادارية، طائرات متقدمة، المدى بتاعها عالي جدا. ما فيش وجه للمقارنة، يعني أي حد يبص للإمكانيات دي والإمكانيات دي لا يستطيع إطلاقا أن نقول أن قوات الجوية المصرية تقدر تعمل حاجة. العنصر الحاكم كان التدريب واستنباط أساليب قتال جديدة وغير نمطية للتغلب على الفرق الرهيب في الإمكانيات. والحقيقة ده قدر يوصل له الطيارين والمهندسين والفنيين وايضا كل الاطقم في مراكز العمليات والقياده والسيطره. كانت ملحمه الحقيقه محترفه، قدروا ان هم في بدايه الحرب بيطلعوا 227 طياره يضربوا الاهداف اللي هتاثر على العبور، وكان الحقيقه ده انجاز رائع جدا. وكان في ضربه ثانيه يمكن اتلغت لان الضربه الاولانيه حققت هدفها. استمرت القوات الجويه تقدم كل الدعم للقوات المسلحه وتواجه العدو، وهنا ايقن العدو انه قدام قوات جويه محترفه وبتحقق نجاحات عاليه جدا. فكان في قرار اسرائيلي انه يحيد القوات الجويه ويضرب الطائرات على الارض ويخرجها خارج المعركه، وبالتالي يقدر يستهدف القوات اللي على الارض بشكل عالي جدا. والخطه بتاعته ان هو يخش يوم 14 اكتوبر بموجات متتاليه من الطائرات، يوصلوا 120 طياره، يضرب المطارات اللي موجوده في الدبه. والحقيقه يعني كان خطه هو عاملها محكمه ومحترفه، طيارات مداها كويس جدا، تسليحها عالي، لكن كان في رصد عالي وطلع. تخيل بقى 120 طياره بيصدهم 60 طياره، والطيارات اللي طالعه طيارات ميج 21 من طيارات الجيل الثاني بتصد طيارات الجيل الثالث، وقدروا يوقعوا 17 طياره. والاهم من كده ان هم يفشلوا هذه الضربه. الحقيقه لما عدوا الطيارات اسرائيل بتهد الطيارات اللي طلعت تصد، لو عدد الطيارات اللي بتصد اكثر من عدد الطيارات اللي نمتلكها، ان في طيارين طلعوا في بدايه الصد ونزلوا تاني مونوا وسلحوا الطياره وطلعوا تاني، وبالتالي كانت ملحمه الحقيقه رائعه. يمكن ساعات لما بنقول الكلام ده وبربط الكلام ده باي تهديدات وتحديات بتواجهنا، وخاصه بقول للشباب ان اوعى تفتكر ان لما تلاقي في تهديد او تحدي بيواجهك ان انت تستسلم او تيأس. بص لابائك واجدادك عملوا ايه. التهديدات والتحديات مش هتنتهي، دور دايما على اساليب غير تقليديه، وخلي عندك الثقه العاليه جدا ان العلم هو الحل. فعلا فعلا سيادة اللواء، انا بشكرك جدا يا فندم على المداخله، واشكرك جدا على الجمله الاخيره ان احنا دايما قد التحدي مهما حاول اي حد في الدنيا انه يقلل من قدرنا. اشكرك جدا سيادة اللواء طيار الدكتور هشام حلبي مستشار اكاديميه ناصر العسكريه. بالتاكيد كل الوقت الواحد يقدر يقوله وهو بيقعد يفكر في الحاجات دي ويتذكرها ويسمع المزيد من القصص البطوليه والتكتيكات اللي استخدمها الجيش المصري في هذه الحرب، ففعلا هو تحيا مصر بينا كلنا، وعاش جيش مصر العظيم. قبل ما اروح للفاصل نقولكم في حاجه تانية عايز اتكلم فيها. توجيهات الرئيس بتطوير اضرحه آل البيت تطويرا كاملا شاملا كل انا فاكر الاسبوع اللي فات لما قلت ان انا زرت السيده نفيسه، كان لسبب وفاه عندنا في العيله رحمه الله على الجميع، زوجة ابن خالتي الله يرحمها يا رب. وبعدين وشفت في نفس الوقت بقى
في الحلقة التقرير اللي احنا صورناه على التطوير اللي حصل في مسجد سيدنا الحسين. فقلت وقتها على الهواء ايه؟ قلت يا سلام لو يد هذا التطوير تمتد لكل الأضرحة بتاعة آل البيت النبوي الشريف. انا قلت كده على الهواء لو انتوا فاكرين. اجي الاقي الرئيس بيوجه بهذا الموضوع. ربنا يعمر بيتك ويخليك لينا والله العظيم حقيقي يعني، لأنه شوف كل المسلمين اللي في الدنيا بالتأكيد يحبوا سيدنا النبي ويحبوا آل البيت مفيش خلاف، بس المصريين بالذات احنا عندنا ميل تاني خالص، عندنا ميل عاطفي غير طبيعي زائد الميل الروحاني بطبيعة الحال. ويمكن في ناس كتير تقعد تتريق علينا ولا تسخر احيانا لما بنروح ونمسك الحديد بتاع الضريح ونقعد ندعي ونبكي وما الى ذلك. فاحنا بنبكي مش عشان حاجه ومش بنتضرع لصاحب الضريح، لا، احنا بنبكي من روحانيه الموقف، من المكان. المكان ده في النهايه هو مسجد ومكان مقدس، وكمان مدفون فيه حد من بيت النبي. المصريين في الحاجات اللي زي كده حاجة تانية، عشان كده أنا واثق أن المصريين كلهم دلوقتي بيدعوا لفخامة الرئيس، وأنا أضم صوتي باعتباري واحد من 104 مليار. شكرا يا فندم. فاصل ونكمل الكلام. شوف والله ده بجد يعني انغام دي يا اخي صوت غريب بقدر قوته بقدر حلاوته. في اصوات بتبقى قويه بس ما فيهاش حلاوه، وفي اصوات قد يكون فيها شيء من الحلاوه لكنها لا تحمل الطلاوه باللغه العربيه كده. صوت قوي، اداء مبدع، بس ما بين قوسين اقدر اقول لك صوت يمتلئ بالايمان. يعني ايه يمتلئ بالايمان؟ يعني مؤمنه باللي بتغنيه. صح يا أنغام، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم الأول. وانت بألف صحة وسلامة، ومشاهدينك وكل الناس بألف صحة وسلامة. يا رب يخليك يا رب. أنا بقول صوت ممتلئ بالإيمان، مؤمنة بكل حرف في الغنوة. صحيح، والله صحيح جدا. وبالمناسبة يعني عايزة من خلالك أهني كل الناس القائمين على العمل الرائع ده، فاتن أمل حربي بداية طبعا من أستاذي والراجل اللي أنا بحترمه جدا الكاتب الكبير أستاذ إبراهيم عيسى، الكاتب موضوع الحقيقة قوي جدا جريء جدا، وأنا صح. سعيدة جدا باللي بتفرج عليه وفرحانة بيه وحاسة أنه هيغير شيء إن شاء الله. وبهني المخرج محمد العادل وميلي كريم الجميلة الرائعة على الأداء الحلو قوي 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 المختلف جدا، شريف سلامة اللي أنا كرهته من كل قلبي. كل ستات مصر كرهت شريف سلامة لأنه أجاد الدور إجادة فائقة. لا احنا مش هنكره شريف طبعا، هنكره طبعا مش شريف نفسه يعني. اسمه سيف. أيوة واد غيتت. يعني صعب قوي الصراحة. بس للأسف في شبهه، للأسف إنه في شبهه. في كتير للأسف. مع الأسف ده حقيقي. عمل حلو وجميل، وأنا شرفت الحقيقة أن أنا غنيت تتر مسلسل بالأهمية دي. وأنا على فكرة يوسف أنا عايز أقولك أن أنا محظوظة شوية في موضوع تترات المسلسلات، يعني ربنا مديني نعمة أنه بيختاروني في الأعمال الهامة من زمان، من وقت العائلة وحديث صباح والمساء ومسلسل كبير زي فاتن أمل حربي. يعني الحمد لله محظوظة أكيد. والله أنا أشوف إن إحنا اللي محظوظين بصراحة وبأمانة شديدة دون أي مجاملة، لأنه بتبقى فرصة حلوة إن إحنا مثلا نقعد نسمعك 30 يوم ورا بعض. دي فرصة حلوة. وأنا من المؤمنين دايما بإنه تتر المسلسل لما بيتغنى حلو بيديلنا انطباعات احلى واحلى، يعني بيعيشنا في جو المسلسل مظبوط. فايه اللي احلى من صوت انغام نبدا بيه مسلسل في رمضان يعني؟ لا، ودكتور مدحت العدل الحقيقه كمان كاتب كلام رائع وقوي وحقيقي، وفي كده الهام يعني، ده اللي عجبني انه ملهم جدا الحقيقه يعني. بس كده دايما انغام هتتحط في المربع بتاعت ايه اللي هي ايه؟ المطربه التي تواجه الراجل الظالم المفتري. لا مش
مش دايما والله. ما دي مش اول غنوه اصلا. لا والله ابدا. ما احنا لازم نبقى مع يعني السيدات اللي بيعدوا بالظروف القاسيه دي، لازم نبقى جنبهم ونعبر عنهم، والستات اللي برضو امورها كويسه وبتعرف تدلع ندلعها برضو، ما يجراش حاجه. مفترض مفترض مفترض. انا عايز اشكرك جدا 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 على الغنوه، اشكرك بجد. لا شكراً حقيقي. شكرا للمبدعين طبعا، دكتور مدحت العدل واحمد العدل الملحن ونادر حمدي، شكرا ليهم، هم قبل مني يعني، هم اللي ابدعوا الحقيقه، وانا كنت محظوظه اني غنيت العمل ده. مين بقى اللي كلمك؟ هل استاذ جمال العدل ولا مندو ولا دكتور مدحت ولا ابراهيم عيسى؟ مين؟ دكتور مدحت اللي هو اللي كلمني، وبعد كده لما غنيت وسجلت يعني حطيت صوتي على التتر، استاذ ابراهيم بعت لي تهنئه الحقيقه ما تتنسيش. اصل هو باعتبار استاذ ابراهيم صديق عزيز جدا عليا يعني اخويا، فانا عارف مدى اعجابه بيكي وحرصه على حضور الحفلات وحاجات زي كده، عشان كده جه في بالي قلت ايه، ممكن يكون الترشيح جه من استاذ ابراهيم عيسى باعتباره كتب المسلسل، فقعد مع الدكتور مدحت وقعدوا تشاوروا مع بعض. مفيش غير انغام. بصراحه ما سالتش السؤال ده، بس يعني في كل الحالات انا محظوظه ومبسوطه قوي بالنجاح اللي محققه التترو، ومبسوطه بنجاح المسلسل، وان شاء الله نستنى اصداء يعني إيجابية جدا إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. إحنا نشكرك فعلا على أنه غنيتي تتر المسلسل ده، لأنه ما كانش حد هيعرف يغنيه غيرك بصراحة. الله يحفظك. وأشكرك على المداخلة، ولسه قاعد عمال بحلم أنا باللقاء المؤجل بقاله يجي سنتين ده. معك حق، هو إحنا كان يعني ظروف بقى ربنا ما يعيدها، بس خلاص الدنيا بتتحسن أهي، خلاص أهو ونبقى زي الفل إن شاء الله. ماشي بإذن الله. تنورينا وتشرفينا لما وقتك يسمح إن شاء الله. ألف 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 شكر ليكي، وتهانينا مرة تانية. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي جدا يا أنغام، ألف شكر. أنا عجبني مقال زميلنا وصديقنا العزيز مصطفى حمدي، المقال على المسلسل، بس عنوان المقال ايه؟ لأنكم تكرهون إبراهيم عيسى. جزء كبير من الهجوم الشديد اللي على المسلسل متعلق بإبراهيم عيسى. خد بالك انه الهجمة دي بقى مش هجمة مرتدة، الهجمة المستمرة من الطيارات، مش هسميها ولا سلفية ولا أصولية، الطيارات المتشددة المتطرفة على هذا المسلسل، أولا إنه فكرة المسلسل ونتائجه اللي بإذن الله هتظهر تشريعيا أتمنى قريبا يا رب، هي بتهد هذا العرش الشيطاني اللي جلس عليه هؤلاء المتشددين، عرش شيطاني حقيقي خارج من الجحيم يسفه من المرأة ويقلل من شأنها. فده جزء. الجزء الثاني هي كراهية النوع ده من الطيارات لإبراهيم عيسى، وإلصاق دائما تهمة بإبراهيم عيسى، الرجل يريد أن يفسد عليكم دينكم، الرجل يريد أن يخالف الشريعة، الرجل يريد أن يخالف الأوامر التي وردت في النص القرآني، مع أنك أنت وحتى على رأي مصطفى حمدي لو جيت قريت سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى حط دستور وقانون مفصل لإزاي تتعامل مع السيدة. إبراهيم عيسى عمل إيه؟ إبراهيم عيسى كل الحكاية إنه فتح الجرح وعاوز ينظفه، عشان نبدأ نشتغل على إيه؟ نشتغل على التطهير وعلى العلاج وعلى تقطيب هذا الجرح وعلى إزالة أي تشوهات نجمت عنه أو حتى آثار الخياطة فيما بعد ذلك. عايزين في النهاية البشرة الاجتماعية المصرية، تعبير لطيف والله، البشرة الاجتماعية المصرية تعود مرة تانية إلى كامل نضارتها، بعيدا عن كل المحاولات اللي يمكن بدأت تيجي من سنة 72 لتغليف المجتمع المصري بغلاف لا هو مصري ولا هو إسلامي ولا هو إنساني. فأكيد زي ما بشكر كل صناع المسلسل، أنا أخص بالذكر الحقيقة صديقي العزيز أستاذ إبراهيم عيسى على هذا العمل، زي ما أنا أشكر جدا تحمس العدل جروب والمتحدة لأنه العمل يخرج بهذا الحجم وبهذا الشكل وبهذا التألق في اختيارات بقى الممثلين ومندو العدل والدكتور مدحت، يعني
تركيبة مذهلة في هذا المسلسل. أنا مش عايز أطول عليكم علشان أنا متلهف جدا إن احنا نطلع الفاصل حتى نلتقي بمولانا الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بعد إذنكم استنونا. أنا أحب أقعد مع مولانا علشان ببقى مبسوط كده ومستريح وسعيد وفخور، ده أولا، مستفيد ده نمرة اتنين، نمرة تلاتة كل مرة لازم يروح قايل لي حاجة جديدة أنا ما أعرفهاش على الإطلاق، وبالتالي بتبقى الاستفادة بالنسبة لي الدبل كده زي ما بيقولوا. خلونا نرحب بضيفنا العزيز مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، منورنا. بكم وكل عام وأنتم بخير وخالص التهاني وعظيم الأماني بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الانتصار الرابع المصري في شهر رمضان. هي دي بقى المفاجأة، لأنه قلتها لي في آخر لحظة، قلت لي ده احنا قبلها ثلاث مرات انتصارات مصرية في شهر رمضان. صحيح. قلت لك هم يا مولانا، قلت لي لا في الحلقة. ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، مدح وزكى خير أجناد الأرض الجيش المصري الباسل. وبعد، الجديد الذي يشرفني أن أذكر به ونحن في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر سنة 1973 ميلادية، إن في ثلاث انتصارات مصرية. أنا بتكلم عن مصر، مصر ولا شأن لي انتصارات عربية أو انتصارات عفوا مسلمين مصريين وغير مصريين، أنا أتكلم عن مصر فقط. سنة 658 من الهجرة تساوي 1260 ميلادية. الجيش المصري هزم التتار في فلسطين لما جهلاكوا ليقضي على المشرق العربي، ده الانتصار الأول للجيش المصري في رمضان. نعم. سنة 666 من الهجرة يقابل 1268 ميلادية، الجيش المصري انتصر بقيادة السلطان الظاهر ببرص على التتار أيضا. الانتصار الثالث 702 هجرية يساوي 1303 ميلادية، أيضا الجيش المصري انتصر على التتار، ودي كان الانتصار اللي دحر التتار إلى الأبد ونجى المشرق العربي من التدمير والإهلاك. دي ثلاثة انتصارات للجيش المصري على وجه الخصوص، وسبحان الله الثلاث انتصارات كانوا في شهر رمضان. والثلاث انتصارات يقوم بيهم الجيش المصري، المصري فقط لوحده، لوحده ويدافع به عن المشرق العربي، عن المشرق العربي كله. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يضاف انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر سنة 1973، طبعا معروف بالعبور العظيم للجيش المصري لقناة السويس وتحطيمه لخط بارليف وتكبيرات الله أكبر. وأنا قلت لك أنا كنت معاصرا لهذه الحرب الباسلة، لأن أنا تلميذ الإمام الشيخ الأستاذ الدكتور الوالي الصالح سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رضي الله عنه وأرضاه، ألف رحمة ونور. وقلت لك إن الشيخ كنت أنا بدرس على يده التصوف الإسلامي في الجامع الأزهر، فسيدنا الشيخ عبد الحليم محمود لعب دور مهم جدا للغاية، ألا وهو الحشد المعنوي. صح. الحشد المعنوي. فسيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رأى رؤية صادقة جدا، حيث رأى في رؤية منامية أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله يعبر قناة السويس، فالإمام سارع بالاتصال بالسيد الرئيس بطل حرب العاشر من رمضان طبعا بلا شك،
الرئيس محمد أنور السادات رحمه الله رحمة واسعة، وأبلغوا بهذه الرؤية، فهو طلب يعني منه، قال له لو كان الأمر كذلك وقربنا على الحرب يا شيخ عبد الحليم، بتعبير طبعا السيد الرئيس السادات، قال له طيب، إن هو كان عنده مرض في المعدة اللي هو سيد الرئيس رحمه الله، قال له أنا يعني أريد بس رخصة بالإفطار لشرب القهوة، أما الجنود يفطروا عادي. فأفتاه قال له يعني يباح، ودي رخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة خير الجيش، يعني من أراد أن يفطر ومن أراد أن يصوم، فمن المسلمين من صام ومن المسلمين ما لم يصم وأفطر. لكن الملاحظ سبحان الله العلي العظيم، أن طبعا في يوم 6/10 من رمضان، 6 من أكتوبر، لما وصلت الإشارة في الساعة 2 ظهرا للقوات المسلحة برخصة الإفطار، تجلت الوحدة الوطنية في أسمى معانيها. أولا شعار الله أكبر نطق به المسلم والمسيحي، صح، بدون تفرقة. الأمر الثاني أن شعار الله أكبر لم يكن إشارة موجهة إلزامية للجنود بمختلف رتبهم من الفريق لأصغر، أبدا، ده هو سبحان الله الجبهة كلها كده تناغمت مع الله أكبر، يعني شوف من سواحل البحر المتوسط إلى جنوب السويس كل الجنود ألهموا إلهاما، ودي تعتبر كرامة للجيش المصري أرجو أن يركز عليها إعلاميا، لأن لم تصدر تعليمات أن قولوا الله أكبر، ما حصلش، خدت بال حضرتك؟ الجيش هو اللي، الجيش هو، وسبحان الله يعني من الجنوب إلى الشمال حتى اللي عبروا قناة السويس ورفعوا العلم، الكل قال في لحظة واحدة في تناغم واحد الله أكبر. أكبر. وقلت لك إن إخواتنا المسيحيين لم يفطروا وشاركوا إخوتهم المسلمين في الصيام، وطبعا بنذكر الفريق غالي لعلك تذكره، خدت بالك ودوره العظيم، وتقريبا كان قائد الجيش الثالث الميداني على ما أذكر يعني. المهم أن الحشد المعنوي تجلى في بقى يعني ظاهرة أنا عصرتها، قلت لك والله لأن كنت أدرس ساعتها في السنة الثانية كلية الدراسات الإسلامية العربية البنين بالقاهرة اللي أنا أعمل بها الآن، وأنا عصرت هذا، عصرت شيء غريب، وأنا من مدينة الجيزة، لم تسجل مراكز الشرطة في عموم جمهورية مصر العربية أي جناية، احنا فعلا بنتناقل هذه الجملة كثيرا، دايما كنت قاعد أسأل يعني فعلا ما كانش في جرائم أبدا. أول البيان ما طلع، وخاصة البيان رقم 7، البيان رقم 7 طبعا، البيانات الأولى كانت بيانات تمهيدية، ودي خطة استراتيجية ناجحة جدا للقوات المسلحة، لكن بقى الشعب عرف بوادر وبواكير النص بالبيان رقم 7، انه الحمد لله رب العالمين تم العبور ونجح العبور وتم تخطي المانع المائي وتم استخدام خراطيم المياه، وانا كنت اعرف صاحب الفكره على فكره اللي هو زكي بقى يوسف، بالظبط طبعا الله يرحمه، وكان من عظماء المسيحيين في مصر، والتقيت به في محاضرة في أكاديمية نصر العسكرية منذ سنوات قبل رحيله، الله يرحمه يا رب، أنا الله يرحمه، أنا قابلته، آمين. فالشاهد أن الحشد المعنوي كما قلت لك بالأزهر الشريف، والجبهة الداخلية تماسكت وأيضا دون أي تعليمات، والله وأنا أقسم بالله غير حانس، وأنا في شهر رمضان في مدينة الجيزة وجدت سكونا غريبا الساعة 2 الظهر حتى قبل أن يصدر أي بيان، سكون كده رام على البلد، حط على البلد. فبعد كده عرفنا بقى أن الحمد لله رب العالمين أن الحرب بدأت،
وكان خالي أخو والدتي المرحوم ياسين علي كريمة كان ضابط في القوات المسلحة وقتها، ورحت بتخالي وأزيرهم وطمنهم إن شاء الله. ما كانش فيه هلع لأن كان خالي الحمد لله حضر الحروب كلها سواء 48 56 67 قد بالك، والحمد لله رب العالمين ربنا أكرم مصر بهذا الانتصار العظيم اللي هو يضاف إلى انتصارات المصريين في شهر رمضان حقيقة. وأنا بقول لحضرتك يا ريت أن الانتصارات اللي أنا قلتها، ثلاث انتصارات للجيش المصري متتالية في عدة سنوات متعاقبة على التتار اللي كان هيحطموا تماما المنطقة، قام بهم الجيش المصري وحده في شهر رمضان. وبعدين جاء طبعا انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، وكل ده يعني سبحان الله كان بشرى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده يدلنا على شيء مهم جدا يا أستاذ يوسف، يدلنا على سلامة التدين الحقيقي للشعب المصري. سيبك بقى من الشاذ لا إخوان وسلفية وشيعة والدواعش والعك، ده شذوذ، إنما القاعدة العريضة الجماهيرية لمصر بدءا من النظام السياسي إلى أقل مواطن مثلي، الحمد لله رب العالمين كله كان عنده تدين فطري. وإلا ما رأى الشيخ عبد الحليم محمود، على فكرة الشيخ عبد الحليم محمود أنا بقول لك اللي أنت لمست عليه سنتين على بساط العمود في الجامع الأزهر نفسه، تعرفه معرفة وثيقة تحت رجليه. فالشيخ عبد الحليم محمود كان والي صالح لأنه كان عالم نوراني مستنير، وكان والأخطار هي اللي رتبت كده، ربنا اللي رتب كده ان الشيخ عبد الحليم يبقى شيخ الازهر ويواكب انتصارات العشر من رمضان، وهو اللي يروح يبشر السيد الرئيس بان في نصر ويشد من عزمه على طبعا القرار ويطمئنه، خدت بال حضرتك، ويديله رخصه الافطار. وبعدين الامر برضو لا يذاع وبيكون سرا لغايه ربنا ما توج هذا الجهد العظيم بهذا النصر الكريم اللي كلنا يعني بنفخر به. وأيضا صدق حضرة النبي في حديثه عن خير أجناد الأرض، وده سؤال، هو احنا قدرنا يا مولانا ان احنا ندافع عن المنطقة طول الوقت؟ صحيح، يعني قدر الجيش المصري هو كده؟ هو شوف قدره لأن يعني حديث بيجمع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، سبحان الله حديث واحد، الحديث هروي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن ستفتح لكم مصر من بعدي، فاتخذوا منها جندا كثيفا. فبعدين أم سيدنا أبو بكر بيسأل بيقول يا رسول الله يعني ليه نتخذ من مصر بالذات جندا كثيفا؟ فقال شوف بقى قبل الجنود ما ياخدوا ما نسائهم وأزواجهم يربوا العيال في البيت، الرسول أخبر قال لأنهم يعني الرجال على الجبهة الخارجية وأهلهم اللي هي زوجته أو أمه أو أخته ها في رباط إلى يوم القيامة. يعني هنا تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأسر المجاهدين، ودي بشرى عظيمة. وأنا بقول لكل امرأة مصرية كان زوجها أو ابنها أو أخوها إلى آخره كان في الجبهة وهي في البيت بتعلم الأولاد وتشير الطلبات وترعى الشؤون الصحية والمجتمعية والشرائية، إن الاتنين يشتركون في الأجر. ده الرسول اللي حكم مشانه، خلي بالك الحديث ده ياريت ياخد حظه في الإعلام. قال صلى الله عليه وسلم الأول نقول بقى إذا فتحتم مصر وستفتح لكم من بعدي فاتخذوا منها جندا كثيفا. شوف قبل الثلاث معارك ضد التتار ودحر التتار بواسطة الجيش المصري فقط الرسول أخبر قال فاتخذوا منه جندا كثيفا قبلها ب600 سنة بالضبط كده. أحسنت، الله يبارك فيك، أدام الله عليك نور البصيرة، الله يخليك يا رب. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام
لما قال اتخذوا منهم جندا كثيفا، فسيدنا أبو بكر يعني مش استغرب، هو أراد الاستزادة للجيش المصري بالذات، يعني ما تحدث عن جيش لمنطقة معينة، خدت بالك؟ يعني كان ممكن يتكلم عن جنوب شبه الجزيرة العربية، عن شمالها، عن الجزيرة نفسها، عن العراق وما بعدها، عن شمال أفريقيا، أبدا هو ركز على مصر فقط صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر بيقول له وليما يا رسول الله، يعني لماذا مصر اتخذ منها جندا كثيفا؟ قال لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة. سبحان الله. وأنا قلت لك برضو رأيت هذا في بيت خالي أنا، إن هو خالي كان في الجبهة وأهله كانوا مراعيين الأولاد، ودي بشرة لأسر المجاهدين بكررها المرة الثانية. الشيء الآخر حضرتك، الرسول عليه الصلاة والسلام ما مدح جيشا في التاريخ الإنساني إلا الجيش المصري. خلي بالك، وأنا برضو هقول معلومة يمكن فيها وفيها، قولها لي قبل ما يختم. حاضر. خير أجناد الأرض ورد من 10 طرق، 9 صحيحة، واحدة فيها ابن لهيعة شباك الحقد الإخواني والسلفي، لما جم في سنة 2012 حبوا ياخدوا الطريق الضعيف ويهملوا 9 صحيحة، وأنا رديت عليهم قلت له أنا أنت النهاردة الحديث جاء من 10 طرق، 9 صحيحة 100%، واحد ضعيف تهمل 9 وتاخد الضعيف علشان تنال من الجيش المصري. الجيش المصري خير أجناد الأرض بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. 3 معارك زي ما قلنا، وزي ما انت برضو العاشر من رمضان، قبل 10 من رمضان والعاشر من رمضان، والآن الجيش المصري بيخوض معركة أخرى وهي بناء الجمهورية الجديدة. والله وقد في 2013 معركة عظيمة الشعب المصري مع الجيش المصري طبعاً في مواجهة هذا التنظيم الفاشية الإرهابي اللي بيهدد المنطقة الفاشية، يعني ده شيء مرعب. والآن بيضاف لسجلات القوات المسلحة الباسلة بفضل الله عز وجل بناء الجمهورية الجديدة بقيادة طبعا الرئيس المحبوب الزعيم السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد السيسي، بارك الله فيه وسدده وأيده، كلنا في اصطفاف وطني حوله وخلفه. أمر بتجديد وتطوير أضرحة آل البيت كلها رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. أنا بشكرك جدا 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 يا مولانا، بارك الله فيك ونورتنا وشرفتنا كما جرت العادة، وإلى لقاء مرتقب بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع اللي جاي. كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. للأسف خلصت الحلقة، كان عندي كلام كتير عاوز أتكلم فيه النهاردة مع مولانا، بس أنا حظي كده، لكن الحمد لله والشكر لله. لو كان لنا العمر نتقابل بكرة بإذن الله وبرنامجكم 9. سلامات.